قالت السلطات في مدغشقر إن الإعصار الذي ضرب البلاد خلال الأسبوع الحالي تسبب في مقتل 29 شخصا على الأقل. وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر في مدغشقر إن أكثر من 13,000 شخص نزحوا بسبب الإعصار وبسبب مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية. كان الإعصار المداري آفاق مر عبر مدغشقر يومي الجمعة والسبت وضرب أغلب شواطئ البلاد برياح سرعتها ما بين 140 و190 كيلومترا في الساعة.